عشان معكم انت سارة زي عندي حزام النواب في كاراتيه بطلة على الصعيد الوطني هذا برشا بطولات فما 7 مرات على بطولة الجنوب مركين بطولة تونس حتي نترينا في الجمعية العسكرية بقفصة اليوم حضرت هنا في حديقة عرباتة للرياضة النسائية باش نطوروها برشا خاطر برشا فما ابطال تولدوا من قفصة كما نشوف الجمودي برشا ابطال جدا من جميع النواحي من جميع الرياضات سواء كانت التربية او الجماعية هكا.